القطط ديالنا حنايا تما في المدينه فين كنعيشوا فيها في رمضان غير رمضان كنتحرك. كنتحرك في المدينه واخا يكون رمضان كنمشي نشري لهم بركه الحوت كنقلي لهم كنخلط لهم مع الروز ماكله صحيه ماشي غاعطي القط وكان جيب الحدود خضر واعطيه جيب الجلود واعطيه جيب الشعريه واعطيه ما يمكنش هادي. الروز صحي السرده صحيه ماشي مقليه في الزيت وبالطحين الحوت كيتخلى غير في الماء كتخلط له داكشي هذا وكتشوف واش يبغي الحيوان كياكل. الثقافة ديال الانسان ما عندوش مع الحيوان لانه ما كلشي كيقول لك فيهم ميكروبات فيهم الحساسيه. انا كنحب هذا الحيوان هذا حيت هو مسيب ما عندوش اللي يحميه. الناس اللي لاحوه في الكرتونه ومشوا بحالهم الظروف ديالهم اللي عنده الظروف ماديه يعني المعيشه ديال القطوط صعيبه باش توكلوا وديه وداويه واللي عنده ظروف ديالو عاوز السكن واللي عنده الجيران واللي عنده مول العماره كلها كيفاش الظروف ديالو. انا القطوط الا جمعتيهم عليا كاملين كنبدا من رقم واحد وانا ماشي قط بقط قط بقط. دابا شتيهم ناعسين هما لا كانوا جوعانين كانوا فايقين كانوا كيغوتوا القط اللي كيجوع كيغوت. دابا هادو شبعانين ناعسين وانا مقابلهم كنعرفهم بالواحد واحد لان الام ديالهم ما بقاتش معاهم السكن مسح لهم توكلهم تعدل لهم. ما نقدرش نخليهم ناعسين مع الريان هذا والارياح كنجيب الميكا كنطلق لا كنعدل الحجر كندور ما هنا كنعدل ما كنخلي لهم حتى حاجه وكندخل لعندهم هنا فحال شي قط وكنبقى معاهم. هذا خصو بومادا اللي عندها البرغوت هذه خصها لان خصك ما تكونش عاود كتهور في العمل ديالك. تهورتي في العمل ديالك كينقص منك عاود الاجر. لا جينا نفكروا في هذا الحيوان طنجه كامله كاين ناس الحيوان كيوكلوا كاين ناس كيداويو ولكن هادو في مقابر مسيبين هذول مسيبين. كيفاش جبت المره الاولى مع القطوط؟ المره الاولى مع القطوط انا كنقول لك ماشي غير كنربيهم حنايا فيما كان شي قط كيكون في المدينه مسموم كيغوت كيجو كيجري عند الناس. ايوا با عزيز كيكون عندي في الدار كامله اربع ايطرو ديال الزيت. الدار ديالنا كامله فيها اربع ايطرو ديال الزيت. كنصبر ديك الزيت وكنصبر خير كيلو وكنبقى نعطيه. اللي فيه السم كيعيش واللي غيموت غيموت. الحيوان اللي هنايا في طنجه كيتسيب ما كاين لا اللي عينا به ما كاين اللي عاد يقول لهم اش كديروا هذا المنكر. السيارات كيعفسوا كيقتلوا. الجوع كيقتلوا. السيد الولي رجل عظيم ورجل طيب وما عارفين هذا الشيء هذا راه كاين هنايا والحل اللي غيكون فيها ان شاء الله على يدو ان شاء الله يقدر يعطينا شي فضاء يقدر يساعدنا شويه يعاوننا ولو بشي حاجه بسيطه. فهمتي علاش؟ لانه هو رجل عظيم وعارف هذا الحيوان في طنجه حتى هو منتقل من البلاد من السكان ديال المدينه. انا سمعت الناس في طنجه وكنسمع الناس كيحكيوا عليه رجل عظيم رجل نور طنجه رجل طنجه كيتسمى عطيها العمل ورجل طيب نقولوا رجل عسكري. هادو انا اللي كانت عندي 100 درهم كنهبط للسوق ما كنشريش من درهم ديال شي حاجه بسيطه ديال درهم. يضربتيها ببسيطه هذا ضرب بانه خصهم جوج مرتضينات هادو غير باش يتعشاو بالليل. في العشيه مثلا خصك جوج مرتضينات جوج طيسان بحال هادو جوج ليطان. حنا صفينا في 6600 الحليب سليم كيعمل 1100 خصك على الاقل جوج يترو حنا في 10000 10000 ما هي والو. خصنا نكونوا حنا كنتعاونوا كاملين شي كيطيب الحوت شي كيجمع البركه ويجيب لهم شي كيجيب لهم الروز. والانسان ما خصهمش يسيبوهم خصو الانسان يسيب الحيوان. خصنا حنا نتعاونوا ما نخوشي البلاد فيها الزبل ما نشبروش الحاجه ديال الدوله ونهلكوها ما نهرسوش الحديد ديال البلاد نخليو البلاد كما كانت واللي شي حاجه نشوفوها نفضحوها ماشي نبقاو ساكتين عليه ونخافوا منه. نشوفوا اي واحد كيعمل التهور نفضحوه 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 ماشي نتعدوا عليه نضربوه باش يجيو المسؤولين وكيربيوه.